السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ الکہف آیت نمبر 11 سے پڑھیں گے۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضربنا علی آذانہم فی الکہف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا. آئیے ہی کر لیتے ہیں۔ فضربنا على حمزة كرة زبر آ ذال ألي زبر ذا آذر نون زيرني آذاني ها ميم زيرهم آذانهم فضربنا على آذانهم فا لام زیر فی الکاف ہا زبر کا فی الکاف فا زیر فی فی الکاف فضربنا على آذانهم في الكهف سين ذير سي نون يا ذيني سيني نون زبرنا سينين فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عيد زبر ع دال زبر د عدا دال دو زبر دن عددا وف کی صورت میں دو زبر تنوین کو الف سے بدل دیں گے۔ مکمل آیت پڑھ لیتے ہیں۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا سا ميم پیش ثم ميم زبر نا ثم با زبر با عين سا زبر عس بعث نون كرة زبرنا بعثنا ها ميم بي
بعثناهم ثم بعثناهم لام زلي نون عيد زبر نع لنع لام زبر لا لنع لا ميم زبر ما لنعلم ثم بعثناهم لنعلم همزة يا زبر أي يا لام بيش يل أيل ثم بعثناهم لنعلم أيل حاء زاء زير حز باء ياء زبر بي حز بي نون زيرني حز بيني ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين همزة حاء زبر أح صاد كر زبر صا أحصى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لام زلي ميم ألف زبر ما لما لام زبر لا با زير بي لبي ثا واو بيرسو لبسوا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا همزة زبر أ ميم زبر ما أما دال دو زبر دن أما دن وف کی صورت میں دو دفعہ تنوین کو الف سے بدل دیں گے. آئیے مکمل آیت پڑھ لیتے ہیں. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نون حاء زبر نح نون بيش نو نحن نون زبر ن قاف صاد بيش قص نقص صاد بيش سو نقص نحن نقص عيد زبر ع لام يا زبر لي علي كاف زبر ك عليك نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نون زبر ن با زبر ب نبا همزة زبر أ نبأ ها ميم بيش هم نبأهم با لا زير بل حا قاف زبر حق بالحق قاف زير قي بالحق وف کی صورت میں زیر کو ساکن کر دیں گے. نبأهم بالحق حمزہ نون زیر ان نون زبر ن ان ہا میم پیش
ہوں انہم فتا زیر فت یا زبر یا فت یا تا دو پیش تن فت یا تن انہم فت یا تن حمزہ کھڑا زبر آ میم زبر ما آم نون و پیش نون آمنو انہم فتیتن آمنو با زیر بی را با زبر رب بی رب با زیر بی بی رب بی ها میم زیر ہم بی رب بی ہم انہم فتیتن آمنو بربهم وزبر وزادال زل زد وزد نون کھڑا زبرنا وزدنا ہا میم پیش ہم وزدنا ہم انہم فتیتن آمنو بربهم وزدناہم ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہدن وقف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے انہم فتیتن آمنو بربهم وزدناہم بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. ناظرین آج ہم نے سورۃ الکہف آیت نمبر 13 تک مکمل کر لیا. ان شاء اللہ عزوجل کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.